رحيم. الاشريشيا كولاي ايش تسوي؟ الاشريشيا كولاي يورين تراكت انفكشن، دياريا وغيرها. يورين تراكت انفكشن الكومن كوز من هو الاشريشيا كولاي يسبب لك يورين تراكت انفكشن، سواء انه ككوميونتي انه يحصلها هاي يعني من المجتمع، يعني من دائره شغلات من دائره مدائره يكتسب هاي الاشريشيا كولاي ويصير عنده يورين تراكت انفكشن، او ممكن يصير عنده من هوسبيتال اكوارد يعني يحصلها من المستشفى. Most infection originate in the colon، يعني انه وين اكثر شيء انه نشوف انه الاصابه تصير نصيب بالكولون، بالقولون. اوكي بكتيريا كونتامينيت ذا يوريثرا، ممكن انه تسوي كونتامينيشن يوريثرا للحليل او انه مره تصعد للبلادر وبعدين انه تروح للكدني والبروستيت ونسبب لك انه هي هاي انه سواء انه بالبلادر وهاي نسبب لك يعني مشاكل بالمسالك البوليه. السيمبتومز مالتها، الاعراض مالتها من يصير عندك انفكشن انه التهاب المسالك البوليه ايش راح يصير؟ يعني عباره عن مشاكل بالبول. ايش راح يصير؟ راح يصير عنده يورينري فريكوانسي انه تردد بالبول. اوكي ديسيوريا، هذا التردد لكن بدون اخراج. اوكي يعني يصير عنده عسر بالبول. هيمتايوريا، ركز معي، هيم شنو معنى هيم؟ معناته دم. هيمتايوريا يعني معناته دم في البول. اوكي اي باي يوريا، باي جاي من باص معناته صديد، فصديد وين بالضبط؟ جراحة بما بال 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 بالبلاد بالبلاد بال بالبول. كان رزيلت انه ممكن يسبب لك بكتيريميا ان سبسبي، انه ممكن هذه البكتيريا تطب للدم وتسبب لك بعدين تجارتهم بالدم، وتسبب لك ممكن انه وراها انه ممكن شوك وراها هاي يعني بالحالات المتقدمة والمتطورة من المرض. ماني يورو باثوجينيك اشريشيا كولاي سترين بريديوس، هواي من ال... من الاشريشيا كولاي يعني تسبب اشريشيا كولاي سترين ايش تنتج في النفرايتس اسكيتد. في النفرايتس معناتها انه يسبب لك التهاب بالكليه مرتبط بالبلاي. هذا البلاي هي اللي راح تشلبها بين هي اللي راح تشلبها بالخلايا مال هي راح تشلبها بالخلايا مال الكليه، وهاي وتسبب لك انفكشن. فيقول لك هاي ويتش وهو راح يسار حق هاي ويتش اسكيد ان ذا رينال كولونايزيشن، يعني يسوي استعمار هذه البكتيريا بالكليه. وايضا شغله ثانيه انه تطلع هيمولايسين اتش هيمولايسين اي زين. الدياريا هسه خلصنا اليورو تراكت انفكشن جاسترونترايتس الدياريا. الدياريا بها فيروتايب 5 انتيرو توكسوجينيك اشريشيا كولاي، انتيرو اجريجيتيف اشريشيا كولاي، انتيرو باثوجينيك اشريشيا كولاي، وانتيرو هيموراجيك اشريشيا كولاي، وانتيرو انفيزيف اشريشيا كولاي. 5 هسه راح نجيهم واحده واحده. هاي الفيروتايب مال اشريشيا كولاي، اول واحد اللي هو انتيرو توكسوجينيك اشريشيا كولاي انتيرو توكسوجينيك اشريشيا كولاي ميجر كوزر ايجنت اوف ذا ترافلر دياريا. يعني هاي شافوا مثلا انه سموها ترافلر دياريا، مثلا هذا كان شخص هذول روح على هذول هاي سافرون هاي انه نتيجه اختلاف البيئه وهاي، فممكن يصاب بمن هذا الاشريشيا كولاي ويصير عنده دياريا فسموه بهذا الاسم. زين هذه تطلع لك توكسينات، فها ذيس سترينز اكسبرس تطلع لك توكسينات هي الهيت لابايل انتيروتوكسين وهات ستيبل انتيروتوكسين وكولونيزيشن فاكتور سي اف 1 كولونيزيشن فاكتور اي سي اف اي سي اي اس.
هسه راح نجي بالهيد ليبل LT1 انتيروتوكسين. هذا هو عبارة عن AB توكسين، يعني بي سبيونتات اثنين A و B. سبيونت A cause intense and prolonged hyper screening of the chloride. زين، أول شيء دياريا معناته أنه تكون، يعني شنو دياريا؟ معناته أنه راح تقول سهل، معناته أكيد يعني شنو معناته سهل؟ يعني معناته أنه تكون الإخراج شنو معناته؟ يكون خفيف، يعني بي فلويد هواي. أوكي، بالضبط. فهذا يعني اليومن يكون بي هواي فلويد، يعني فلويد أكثر من الطبيعي. زين، هذا منين جاي؟ زين، هذا يقول لك السبيونت اي راح يسوي لي انتنس شديد وطويل من الهايبر سكريشن اوف ذا كلورايد ايون وانهبت ذا ري ابزوربشن اوف ذا صوديوم اند كلورايد. ما دام طلع الالكترولايت الكلورايد وما خلاها يطبن الصوديوم والكلورايد، ما يتخلاها يطبن، ما خلى الري ابزوربشن، خلاها بالليومن. اوكي، خل ارسم هاي مره رسم. هذا الليومن اللي يروح بعدين انه يصير له باخراج. اوكي، هنا شنو الكترولايت تريد يصير بها ري ابزوربشن، ما تقدر لان هو ملحد. زين، فهي متكونه هنا، هاي الالكترولايت راح تسحب مي بالضبط على مود اعاده، بالضبط. فصراحه راح يصير عنده دياريه. هذا هو اريدكم، يعني انه يصير عنده دياريه. هو هذا معنى دياريه، شلون صار هي ايج بهاي الميكانيزميه. زين، صار دياريه راح يسمونها ترابل دياريه. فانه هذا هو شغل السبيونت اي، انه يمنع انهبت ذا ري ابزوربشن مال الصوديوم والكلورايد ويسوي لي تنس اند برولونج ذا سكريشن اوف ذا كلورايد ايون. ذا جات اليومن از ديستنتد وذ فلويد اند هايبر موتيليتي اند سكريتد دياري. اوكي، انا سالم ده بفلويد هواي ويصير بعدين بدياري لاست، وممكن انه يطول سيفرال دايز. ات استيميليتد استيميليت ذا برودكشن اوف ذا نيوترونز، وايضا انه يسوي ستيميليشن للبرودكشن اوف ذا نيوترلايزنج انتي بوديز اند كروس ريكت وذ ذا، وايضا يسوي كروس ريكشن ويا الكوليرا توكسين، ويا الكوليرا اللي تفز الفيبريو كوليرا توك انتيرو توكسين. الهيت ستيبل انتيروتوكسين ات ستيموليت ايضا هم نفس الشيء، هم يسوي لك دياريا، هو هم يسوي لك فلويد سكريشن فور الاميونوجينيك شورت اونست. هذا يعني هو نفس الشيء يعني هم يسوي لك دياريا، بس يعني انه يسوي، هو يقول لك فلويد سكريشن فور الاميونوجينيك وشورت اونست. زين لعد هنا ما اثنين يسوون دياريا، لا ليش سواها سمان هيت ليبل هيت سيبل. هنا الفرق بالتس انه هذا التوكسين شي يكون ليبل، يعني بالحراره يروح. اوكي، بينما هذا بالحراره ما تاثر عليه. الثاني اللي هو الهيت ستيبل يصمد بوجه الحراره، هيت ستيبل صامد ضد الحراره، يتحمل الحراره. الكولونيزيشن فاكتور فاسيتيت ذا اتاتشمنت اوف ذا شيرشا كولايس تراين تو ذا انتستينال ابيثيليوم، يعني انه هو يسهل لك انه اتصال هذه الشريشة كولاي بمن بالانتستينال ابيثيليوم، وهي تكون يعني عاده البلاي يعني تقريبا مثل جهاي، مثل شعرات هيك، مثل شعرات تشلبها بالانتستينال ابيثيليوم. مثلا نقول هذه الخلايا وهذا الابيثيليوم، فهذا راح تشلب بها. زين، نيجي على من على الثاني اللي هو انتيرو باثوجينيك شريشة كولاي. هذا المختصر مالته انتيرو باثوجينيك شريشة كولاي كوز انفان دياريا. ها شنو هاي؟ يسوي لك انفان دياريا، يعني دياريا مال الرضيع، مال ان بور كونتريز. واتري دياريا ريزلت فروم ذا مايكروفيلاي ديستراكشن. من يصير راح يصير مايكروفيلاي ديستراكشن ويسوي لك واتري دياريا، يعني الديار راح تكون كلش خفيفة. اوكي،
وهذا يكون هذا مالته السبريد مالته. السبريد بعد بيرسون تو بيرسون كونتاكت، عن طريق الكونتاكت ينتقل هذا الانتيرو، هذا الفيرو تايب اللي هو الانتيرو باثوجينيك شيشكولاي، انتيرو انفيزيف شيشكولاي. هذا شنو؟ هذا كلوز ريليتد تو ذا شيجيلا ان ذا باثولوجيك بروتيز، يعني انه مرتبط ويا، يعني يتعلق وهذا مرتبط ويا بالشيجيلا، يعني يسوي مثلا يعني الشيجيلا يسوي دزنتري وذن السوالف دزنتري دزنتري، هذا اذا تتذكرونه بالعملي يسوي لك دزنتري، وهاي يعني مرتبط ويا الانفيزيف. Anterior creative Escherichia coli causes a chronic diarrhea and growth retardation in the fat in the developing countries. Anterior creative Escherichia coli هذا شو يسبب لك؟ يسبب لك chronic diarrhea. Okay, chronic diarrhea إنه توقف لك تسوي إعاقة بالنمو للإنفانت. زين. Anterior hemorrhagic Escherichia coli. تيرو هيموراجي اشريشا كولاي، هذا شنو؟ هذا ذا موست كومن سترين بريدوسينج ذا ديزيز، هذا هي الموست كومن سبب لك ديزيز بالديفلوبد كانتريز. ذيز سترين ار اسوكييتد، هذا ايش راح اسوي لك؟ راح اسوي لك هيموراجيك كولايتس، هيموراجيك كولايتس يعني التهاب القولون هيموراجيك الناس فيه. وعندك بعدين هيمولايتيك يوريميك سيندروم HUS هيمولايتيك يوريميك سيندروم، هذا شنو معناته؟ معناته هيمولايتيك اكو شيء بالدم، يوريميك اكو شيء بالكليه. شنو ايش راح يصير؟ راح يصير عنده اكيوت رينال فيلر بسبب هذا، بسبب هذه البكتيريا، هذا هاي المجموعه من اللي هي الانتيرام تيرا هيموراجي، راح يسمي رينال فيلر، اكيوت رينال فيلر، مايكرو انجيوباثيك هيمولايتيك انيما. لذلك استخدم مصطلح هيمولايتيك، راح يصير عنده هيمولايتيك انيما اند ثرومبوسايتوبينيا، راح يصير عنده ديستراكشن، اوكي راح يصير عنده تحطيم، اوكي بالثرومبوسايت الصفحه الدمويه، وبالتالي راح يقل، اوكي راح يقل عددها، وبالتالي يصير عنده ثرومبوسايتوبينيا، والنسبه يصيب بالشدرن نسبته، انه نسبته ايش قد نسبته؟ نسبته 5 إلى 10%. زين، الاكثر سيروتايب معروف واكثر سيروتايب مهم وتعتمد عليه الاجراءات مال البحوث، يا هو هذا، هو ال او او انتيجين، الانتيجين يا هو يا انتيجين من عندهم. اوكي، مو قلنا اكو مرات يصير بي فاريشن، وهاي هو بالمئة و57، والاتش اللي هو الفلاجيلين هو من هو اتش 7، يعني الاتش يعني فلاجيلين انتيجين 7، هي هو الموست كومنلي ايزوليتد. زين، هذا منين؟ يعني انه الحواضن مالته منين؟ يعني الريزيرفر مالته انه اذا الاكل ما مطبوخ عدل، الاكل الني، الاكل اقصد يعني مو اقصد الاكل، يعني اقصد اللحوم، شو اسمه، الالبان المبسترة، اوكي يجي في الهامبرجر، ان باسترايز ميلك، فروت جوز، ان كوكت فيجيتابلز، يعني هاي ما دام يعني صار بها كونتامينيشن، وانت مثلا انه المبستر البستر تذكرون بالكورس الاول البستر انه تعقد درجة حرارة 63 أو 72، يعني مختلف حسب يعني حسب الشركة، وهاي ما المنتج ما هذا النوع من الألبان، يعني حسب الشركة. المهم إنه تعرضه للحرارة حتى تقتل البكتيريا، أو هذا مثل اللحم ما انطبخ هذا، أو حرارة ما وصلته من كتلة البكتيريا، فإنه هذا أكل العزيز وبي بكتيريا، البكتيريا هذا اللي هي انتيرم هيموراجيك ما 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 كتلة الحرارة مال الطبخ ما انطبخ، أوكي، وبالتالي العزيز أكل همبرجر وسلم لي. هاي أيضا هاي صارت انتشر، هاي يعني مثل الجائحة صارت بإسبانيا، يعني
contaminated Spanish in the USA. السبانخ اللي صار بها contamination هي بأمريكا ب 2006. common sources of the human infection هي يعني common sources of the human infection قصد ذني اللي سولفناه اللي حمل ما مطبوخ عدل الألبان اللي ما بسترها. induces IE lesion on the enterocytes diarrhea and HUS diarrhea and HUS اللي يقصد هي يقصد عليها ال H اللي هو hemolytic uremic syndrome اللي هو قلنا يصير hemolytic anemia وthrombocytopenia وراح يصير عنده uremic معناته uremic معناته اكو شيء بالكليه. ايش راح يصير بالكليه؟ renal failure acute renal failure may associated with the, شنو with sugar toxin. هذا شنو هذا؟ هذا متعلق ويا من بالشيجا توكسين. الشيجا توكسين الشيجلا توكسين هو الشيجلا التوكسين اللي تفرز الشيجلا يصحوا له شيجا توكسين مختصر. اوكي شيجا توكسين التوكسين اللي تفرزه الشيجلا وش يكون هو يكون اي بي توكسين اي و بي توكسين يعني يكون بي 2 سب يونت اي و بي. هذا يرتبط ب 28 اس ار ار ان اي ويسوي الانهبيشن الديسربشن المن للبروتين سينثيسس وراح ناخذها بالتفصيل بالموضوع مالتها. زين الاذر اوبورتونستيك انتيروبكترياسي الاذر هسه كملنا الاشيريشيا كولاي والمال الدياريا ومال يوناتاكت انفكشن. الاذر عندك الكليبسيلا عندك كليبسيلا نيمونيا وعندك كليبسيلا اوكزوتيكا هي الموست كومن ايزوليتد. الموست كومن ايزوليتد من هي الموست كومن؟ هي الكليبسيلا نيمونيا والكليبسيلا اوكزوتيكا. ايش راح كان كوز كميت اكوايرد برايمري ليبر نيمونيا. هاي شنو هاي؟ هي من اسمها نيمونيا كليبسيلا نيمونيا. ايش راح اسوي لك؟ راح اسوي لك نيمونيا تكون كوميونتي اكوارد يعني حصلها من المجتمع دايره يعني من المحيط ما دار يعني من المجتمع. اسوي لك كوميونتي اكوارد برايمري ليبر نيمونيا فريكوينتلي انفولف نيمونيا التهاب رئوي. هذا شبيه هذا راح يصير ديستراكشن بي وين بالالفيلر سبيس. هو يقول لك هنا necrotic destruction of the alveolar space and infection of the which أيضا يسبب لك wound infection soft tissue and the urinary tract infection. risk factor هذول الأشخاص مثلا من يعني من انصاب الكليبسيلا نيمونيا قبل يصير بي مثلا هو صح من الكميونيتي اوكي لكن هو قبل يصير بي مثلا من هو يعني كل شيء يصير معرض كلش لهذا المرض. يقول لك جماعه الالكوهوليزم اللي يتعاطون الكحول واللي جماعات عندهم او عندهم مشاكل بالرئه عندهم الرئه ضعيفه مثلا عندهم سحله كامبريماز بوليمر فانكشن الرئه مثلا عندها مثلا اكو خلل بها بالفانكشن هاي مثلا بتكون كامبريماز يعني ضعيفه اوكي فانه ما دام ضعيف فانه بسهوله يعني شيء ضعيف بسهوله تتغلب عليه فهذه الكليبسيلا راح تتغلب عليه وتسبب لك نيمونيا. واضح؟ In Taiwan liver abscess is the most commonly seen in the infection of the diabetes patient by the Klebsiella pneumoniae. الليفر ابسس شافوه هذا بيت بالتايوان تايوان اللي هي الصين الشعبيه صارت جو الصين. المهم فهذه انه جماعه شخص عنده سكري انصاب بمن تعرض كان يمشي بالشارع صابته شنو لقى في كليبسيلا نيموني عنده سكري وصار بيه كليبسيلا نيموني. فهذا يقول لك انه شافوا انه ممكن يصير عنده شنو يصير عنده ليفر ابسس يعني بالتايوان. كليبسيلا جرانيلوموتاس اسوي لك جرانيلوما جرانيلوما انجلي اللي هو سيكشوال ترانسميتد ديزيز. اوكي سيكشوالي ترانسميتد ديزيز ان ذا سام كانتريز هو من اسمه كليبسيلا جرانيلوموتاس
سبلك جرانيوما انجلي اللي هو سكشوال ترانسميت ديزيز. عندك اكليبسيل رينو سكليروماتس. زين ركز لي على هذا المقطع. رينو باللاتيني معناته خشم، خشم. اكليبسيل رينو سكليروماتس معناته شنو؟ معناته راح يسوي لك جرانيوماتس ديزيز. وين؟ بالنوز، بالخشم. اوكي، منين جاء من المقطع هذا؟ رينو معناته خشم. اوزاني هذا راح يسوي لك اتروفي، كرونيك اتروفيك رينايتس، التهاب الخشم المزمن اللي صار به شو اسمه الضمور، اتروفيك كرونيك اتروفيك رينايتس. البروتياس موست كومن ايزيت من هي؟ البروتياس ميرابيليز. إذا تذكرون بالعام اللي كانت 90% هي البروتياس ميرابيليز. إنه ممكن يسبب لك يورين تراكت انفكشن اند بكتيريميا. بريديوس ها شنو؟ اليوريز مالت تنتج لك اليوريز. ميك ذا يورين اوف ذا بيشنت اوف ذا يو تي اي يورين تراكت انفكشن وذا بروتياس الكلاين. اوكي، راح تخلي اليورين المال المصاب بشخص بيو تي اي يورين تراكت انفكشن تخليه الكلاين. بروموتنج كيدني ستونز راح تعزز منه انه يصير كيدني ستونز، حصوا بالكلى. ليش؟ لانه راح ترسب المغنيسيوم والكالسيوم. انتيروباكتر سيتروباكتر والمارجينيلا والمارجينيلا والسيرترام، هذا شنو؟ هذا عباره عن اوبورتونستيك باثوجين، انه تكون نيزوكوميكال انفكشن، يعني اصابه بالمستشفى. انيونيت اند اميونوكومبرومايز بيشنت. اوكي، انه هذا مثلا يونيت او شخص كانت مثلا مناعته ضعيفه بالمستشفى ولقوا هذه المجموعه من الانتيروباكتر والسيتروباكتر والمورجينال والسيرترام. ذيز جنرال بارتيكولر الانتيروباكتر هي تكون يعني تكون ريزيست، بالاخص هذه المجموعه وبالاخص الانتيروباكتر تكون مقاومه لمالتيبل انتيبايوتكس.